أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة المتابعين في قناتنا. درسنا لهذا اليوم هو مراجعة للأزمنة الموجودة في الوحدة الأولى وفي كتابكم الـ Student Book والموجود عندنا في تقريبا الملحقات النهائية الموجودة في نهاية الكتاب حسب نوعية الطبعة. المهم بس كن أنت تتابع وياي على أنا عندي هسه هنا بهاي النسخة القديمة اللي هي 104، أنت يعني بالنسخة الجديدة أصور هي موجودة عندك 105. المهم تلقاها في الملحق الأخير اللي هو Grammar and Phonation Reference. اليوم مراجعتنا هي للأزمنة الموجودة في هذه الوحدة وهي the present simple and the present continuous. تلقون الموضوع في صفحة رقم 6 page 6. present simple في الaffirmative الصيغة المثبتة عندما تستخدم الضمير I, you, we, they يكون الفعل مجرد I drive, you drive, they drive. لكن خليها ببالك انه الفعل المجرد إذا كان عند الضمير he أو she أو it لابد أن يضاف له s الشخص الثالث، فتقول she drives, he drives, it drives. okay. I go, he goes, I do, it does. شنو فائدة الزمن المضارع البسيط؟ يقول use the present simple to talk about habit, routine and permanent situation. We take the bus to school. نستقل الباص للمدرسة. يعني هاي كل يوم أنت تسوي هذا الفعل. He works in a bank. Does your grandmother like chocolate? They don't stay up late during the week. It doesn't rain much in Iraq. هنا أنا معطينا حالة علمية. شيء ثابت لا تمطر كثيرا في العراق. Use present simple with adverb of frequently like often وفي بعض الأحيان تقرأ often لا إشكال في ذلك always usually sometimes never ever every day once a month لكن انتبه على every day مو معناها every day هي حكرا أو حصرا فقط تستخدم على day وإنما تستخدم على البقية تقدر تقول every day تقدر تقول every week every month every year every season والبقية عندك once a month تقدر تغير بها twice third time once twice three times four times a month وهكذا وكذلك نرجع نقول مو بس كلمة month تقدر نستخدمها نقدر نستخدم كلمة day, week, year, season وهكذا من بقية الظروف نرجع إلى الجملة I visit my cousins twice a year زرت أبناء عمي مرتين في السنة She usually gets up every early هنا انتبه على usually استخدمها كظرف داخل الجملة Do children always wear a school uniform in Iraq? هل يرتدي الأطفال الزي الموحد في مدارس العراق؟ هنا ننتبه على الاستخدام الثالث Use the present simple to talk about scientific and general facts تستخدمها بالscientific بالحالات العلمية والأشياء العلمية العامة الثابتة الحقائق الثابتة مثلا هنا يقول Water freezes at zero سيليزي الماء ينجمد في درجة صفر سيليزي وهذا الشيء ثابت عندنا ويغلي الماء في درجة 100 سيليزي Dates grow on palm trees. The sun doesn't go around the earth. إحنا مطلنا حالة علمية يقول الشمس لا تدور حول الأرض وإنما الأرض هي التي تدور حول الشمس. صيغة الاستفهام في الزمن المضارع البسيط هو استخدام do و does. ونرجع مرة ثانية على الجملة الأولى. نستخدم do. في البداية إذا كان عند الضمير I, you, we, they ونستخدم does إذا كان عندي
الضمير هي أو شي أو إت اللي هي تابعة إلى الشخص الغائب. ولكن انتبه، إذا استخدمنا صيغة الاستفهام أو النفي he doesn't, she doesn't, it doesn't, I don't, you don't, we don't, they don't، انتبه على حالة موجودة في استخدام ضمير الشخص الثالث الغائب اللي هو he, she, it. إذا قلت he doesn't، الفعل الموجود نأخذ بالمثل هسه هاي الجملة اللي موجودة قدامنا اللي هي he goes، نريد نقول he doesn't، هنا الفعل انتبه له ما راح يبقى على حالة اللي موجود إنه بـ ES، إنما نحذف S الشخص الثالث وذلك لاكتفائها ووجودها في الـ does. فلذلك تقول he doesn't go، she doesn't go، it doesn't go. أما في حالة النفي انتبه لها، قلت لك أعيد لك يا مرة ثانية، أما في حالة النفي نحذف S الموجودة في الفعل اللي هي S الشخص الثالث ويرجع الفعل مجرد. إذا ردنا نسوي حالة استفهام نخلي do does في البداية، do you go، do they go، do we go. أما إذا ردنا نستخدم الهي والشي والإت فنقول does he go، does she go، does it go. وتلاحظ أنه هنا بنفس الحالة قلناها أنه نحذف S الشخص الثالث الموجودة في الفعل. نجي الآن إلى the present continuous. The present continuous أي هو المضارع المستمر. Use the present continuous to talk about actions that are happening at the moment you are speaking. نستخدم الزمن المضارع المستمر في وصف جملة في وصف جملة حدثت في وقت الكلام. يعني أنت من جاي تحكي الآن وصار هذا الحدث. For example this shh my baby brother is sleeping، يعني أنت من قلت له shh صح أو اسكت، my baby brother ابن أخي نائم، يعني نائم الآن. Am I disturbing you، هل أزعجك الآن؟ انتبه على هاي الجملة الثانية اللي هي am I. إذا أردنا نسوي استفهام الحالة هنا راح تصير عندنا سهلة بالبريزنت كونتينيوس. ليش؟ لأنه عندي بها فعل مساعد، فما علينا إلا أن يكون الفعل المساعد هو أمام الجملة بالبداية. يعني فيصير am I، are you، is he، ونكمل الجملة. انتبه على حالة ثانية، الفعل هنا يبقى ing ما يتغير، يبقى ing وما يتغير، على عكس the present simple كنا نحذف من عنده S الشخص الثالث إذا أردنا نسوي الجملة استفهامية. مثلا هنا نرجع مرة ثانية كمراجعة سريعة، does your grandmother like chocolate، تلاحظ أنه like ما قلنا likes، هنا بالنفي they don't stay up late during the week، it doesn't rain ما قلنا rains، انتبه لها. استخدام الزمن المضارع المستمر you can use also use the present continuous to talk about things that are happening in the current period of time، فترة محددة من الزمن مستمرة لا زالت مستمرة. We are studying desert planet in biology this term، انتبه على كلمة this term يعني هذا الفصل أو هذا الكورس. يعني نعتبر كلمة this term اللي هي هذا الفصل، ما دام الفصل العام الدراسي هسه احنا بدينا به وبعد ما مخلص، فشو نقول؟ نحن ندرس النباتات في فصل النباتات في درس الأحياء this term هذا الكورس. Why is he wearing that silly hat today؟ لماذا يرتدي هذه القبعة السلي المضحكة في هذا اليوم؟ اليوم يعني اليوم احنا شنو من قال today معناها ما خلص وما انتهى. انتبه على هاي الحالة اللي موجودة عندك اللي هي تقول some verbs are not usually used in the present continuous، بعض الأفعال لا تستخدم في الزمن المضارع المستمر، لكن انتبه لكن هي تشير إلى الاستمرارية، مثل ما عندنا الآن do you know حليم، I don't like sad stories، What does this word mean؟
Where does Shakira come from? هنا أنا. Do you know حليم؟ يعني هل تعلم حليم الآن؟ I don't like sad stories. What does this word means? Where does Shakira come from? انتهى درسنا لهذا اليوم، وآسفين على دقة الجرس، لأن مثل ما تعرفون الظروف اللي احنا جاي نمر بيها هي ظروف استثنائية، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نكمل المحاضرة الجاية. والدرس الجاي إن شاء الله راح ناخذ الباست سمبل أند الباست كونتينيوس والفرق بينهما. حفظكم الله من كل سوء ودمتم سالمين.